وللمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا بينضم إلينا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. يعني برحب بحضرتك في البداية سيادة السفير، ويعني علاقات قوية تجمع ما بين مصر ودولة الكويت، علاقات قوية تؤكد فيها دائما القاهرة على تأييدها ووقوفها إلى جانب من كل ما من شأنه استقرار دولة الكويت. كيف تقيم تلك الزيارة؟ طبعا في خصوصية وروابط أخوية بتجمع مصر ودولة الكويت الشقيق، وعلاقات أيضا متميزة وخاصة بين سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حقيقة الكويت من الدول الخليجية التي يتسم يعني مناخ العلاقات مع مصر بالوعي والاستقرار الاستراتيجي، والسيد الرئيس اليوم ويؤكد من خلال زيارته أن أمن الكويت وأمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وطبعا دعم دولة الكويت ودول الخليج عموما لمواجهة التحديات طبعا اللي بتمر بها المنطقة العربية والخليج بسبب التدخلات الحرجة لبعض القوى الإقليمية على رأسها إيران وتركيا. الحقيقه العلاقات بين مصر والكويت هي علاقات استراتيجيه ومستقره، واطر التعاون الثنائي طبعا ستكون محل للبحث، يعني دعم مصر الدائم لدوله الكويت وموقف مصر بعد غزو العراق للكويت، وكذلك ايضا مسانده الكويت لمصر بعد ثوره 30 يونيو، كلها اطر تؤكد يعني عمق هذه العلاقات ومكانتها. الحقيقه التعاون الثنائي ومصر التي تقدم نفسها الآن لعالمها العربي والعالم الخارجي كفرصة استثمارية واعدة، تتميز بفرص استثمارية واعدة، مثلا الاستثمارات الكويتية تصل لنحو 15 مليار دولار، وأيضا حجم التبادل التجاري قفز لنحو 5 مليار دولار، بالإضافة للمجالات طبعا السياسية والأمنية والعسكرية والتعليمية على وجه الخصوص. يعني حضرتك في نحو 30 ألف طالب كويتي بيدرسوا في مصر، ومصر من البلدان التي يعني تخرج من جامعاتها قادة كويتيين ومسؤولين ذوي مكانة. حقيقة الكويت أيضا صورة إيجابية ومحترمة في الوساطات، تلعب الكويت دور الوسيط العاقل الذي يعني يحترم من كل اطراف النزاعات، وده تقليد كويتي قديم، سواء كان الامر يتعلق بالازمه الخليجيه التي انتهت بين قطر ومجموعه دول الخليج ومصر، كان لها ايضا دور في علاقات مستقره مع ايران. نامل ان تتوقف الجاره الاقليميه عن تدخلاتها في الشان الخليجي. الامر ايضا اللي قامت به الكويت في الستينات للوساطه بين مصر والسعوديه في ازمه اليمن، وحتى بين اليمن الجنوبي وسلطنه عمان، حتى بين باكستان وبنجلاديش في السبعينات. هي دوله كما ذكرت تتمتع بموقف رسمي شريف ووسيط عاقل، لها موقف ايضا مشرف من القضيه الفلسطينيه رغم التباعد اللي ربما شهدته ايام الغزو العراقي للكويت، ولكن عادت الكويت لتؤكد دوما انها سند عربي للقضيه الفلسطينيه. هناك بعد اخير اشير اليه في القمه العربيه القادمه، ودور الكويت هام جدا في اطار الجامعه العربيه لصياغه يعني الاجنده القادمه، وكان السيد رمسان العمان وزير خارجيه الجزائر مضيف القمه العربيه في الكويت مؤخرا، واظن ان هناك حوار ايضا ان تقوم الكويت بتهدئه الاوضاع بين الاشقاء في المغرب والجزائر، وانا اظن مصر ايضا لها نفس هذا التوجه، وان شاء الله تكون القمه العربيه بفضل الزيارات التي يقوم بها السيد الرئيس وحكمه القاده العرب اساس لبناء موقف عربي يواجه التحديات ويؤسس لقمه عربيه تكون قمه توحيد الصف باذن الله. يعني بالفعل علاقات قوية وغير مسبوقة تجمع ما بين دولة مصر ودولة الكويت. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا.